اسود. ما كانش قدامي حل تاني. راجل حرامي وبلطجي خطفك وعمل لك فضيحه. تنامي في حضنه ازاي؟ انا عايزه افهم. كنت عايزه انقذك يا ياسمين. تنقذيني وترمي نفسك في الوحل؟ في الطين؟ في عضله يمكن تخلصي منه طول عمرك؟ كنت ضعيفه وغرقانه. مديلي طوق النجاه. قال لي جايز يعجبوكي. وكان عقلك فين؟ ما رحتيش لمحامي كبير ليه؟ ما كنت شايفه غير ان هو اتوسط لناس وخرجهم. وانا عارفه ان علاقاته كبيره. كل ما افكر اني مش هشوفك تاني اتجنن. قال لي ان الحل الوحيد ان احنا نتجوز. انا اسفه جدا. الصفقه دي وصمه عار على جبيني. ده انا دخلت السجن واتبهدلت عشان بكره حسين الدهشان وامثاله. اقوم لما اخرج منه الاقيه بقى جوز امي. ازاي ترضي؟ ازاي ترضي ان انا لما اخش السجن تبقى راسي مرفوعه ولما اخرج منه تبقى راسي في الارض؟ وبعدين هان عليكي ازاي؟ هان عليكي ازاي يا انكل محمود؟ وهو فين انكل محمود؟ كان متخيل انه هيسافر ويرجع يلاقيني زي ما انا؟ سابني مره واتنين وتلاته. انا ما حدش يلومني. انا اتجوزت زي خلق الله. حسين الدهشان! قلت لك ليه؟ حرام عليكي بقى، حرام عليكي. خلاص تطلقي منه النهارده. الموضوع مش سهل زي ما انت فاكره كده. اوكي انت رايحه فين يا ياسمين؟ انا مش هقعد في بيت واحد مع الراجل ده. ده كتير عليا قوي يا ربي. ده كتير. اسمعي يا ماما، انت طول عمرك كبيره قوي في عينيا وجوه قلبي. خليني امشي وانت امي اللي علمتني وربتني. ربتني على الخير والحب. تخلينيش اغير صورتك جوه عليا. سلام. هتروحي فين؟ عند اي حد من اصحابي. اهلا اهلا اهلا. الحمد لله على السلامه يا ست الكل. هو في ايه؟ انتوا اتخانقتوا مع بعض؟ بصراحة أنا لغاية كده ما أقدرش أعمل حاجة. بنتك أنت اللي مربياها ومدلعاها. إذا كانت بتتهمني إن أنا اللي أخرت خروجها من السجن عشان أجوزك بالذمة، في حد يقول الكلام ده؟ يعني أسيبها تروح مني؟ طب قولي لي أعمل إيه وأنا أعمل؟ لو كانت بنتك كنت هتعمل إيه؟ كنت هتسيبها تبات بره البيت من غير ما تعرف مصيرها؟ بصراحة لو بنتي كنت هعرف أربيها، كان زماني دفنتها بالحياة. خلاص خلاص ما, 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 ما تزعليش. احنا لسه في شهر العسل. انا عايزه بنتي يا حسين. انا عارفه ان انت واصل وايديك طايله. لو عايز تجيبها هتجيبها. حاضر حاضر. 24 ساعه بالظبط وهعرف لك هي فين ومع مين. طبيعي جدا ان الراسماليه القديمه تتجوز الراسماليه الجديده. العقليه واحده، نفس المناخ الفاسد. ليه بقى مستغربه يا ياسمين؟ أصلك ما تعرفش ماما يا إسماعيل، دي زي كأنها واحدة تانية. مش هي دي الست القوية المسيطرة اللي بتتحدى كل شيء حتى مشاعرها؟ أنا مش قادرة أفهم إزاي الراجل ده قدر يضحك عليها. أنا هتجنن يا إسماعيل، هتجنن. ولا تتجنني ولا حاجة. اقرأ التاريخ كويس قوي، هتلاقي ده بيحصل في كل زمان. الطبقات اللي بينها مصالح مشتركة بيحصل بينها انجذاب وتوحد في الفكر والاتجاه. روميو لما حب جولييت كانت طبقة بتحب طبقة. طب والأميرة والشاطر حسن؟ ما هي غنية وهو فقير. الأميرة والشاطر حسن أساطير، والأساطير سموها كده عشان عقل الإنسان ما قدرش يفسرها لأنها ضد المنطق. عموما يا ياسمين انسي الجواز والطلاق والحاجات البسيطة دي وارجعي عشان تكافحي. أرجع فين؟ بيت مامتك. ليه؟ أنت زهقت مني؟ ازاي تفهميها بالشكل ده؟ امال افهمها ازاي؟ اصل انا مسافر يا ياسمين، مسافر ومش هرجع تاني. انت ياسمين؟ انتوا مين؟ رد الاول. انت ياسمين؟ ياسمين هانم يا حيوان. معلش يا ست الكل، احنا اسفين على الازعاج. حسين الدهشان؟ ممكن حسين الدهشان. انت عايز مني ايه؟ وايه الطريقه دي؟ ايه الطريقه اللي دخلتوا بيها الشقه دي؟ اولا الشقه واخده على الطريقه دي وانت عارفه بتعمل فيها ايه. ثانيا دي اوامر ماما وانت
انت عارفه ان انا ما اقدرش اكسر كلامها لان انا بحبها. طب من غير كلام كتير اتفضل اطلع بره. انت مش عارفه انت معذبه ماما قد ايه. حرام عليكي. الله، هي مش امك. والله دي حاجه بيني وبين امي، انت مالكش دخل بيها. ازاي مش مراتي؟ يعني انا دلوقتي في مقام الوالد الله يرحمه. لا، جوزها جايز، هي حره، لكن ابويا انا لا كان ولا هيكون. انا عذرك عشان ما كنتيش موجوده واحنا بنتجوز، بس ده اتعمل عشان مصلحتك. الكلام ده تضحك بيه على ماما، لكن انا لا. ظلماني، وبكره تعرفي انا قد ايه انسان طيب. مساء الخير. انتوا مين؟ اهلا اهلا بزعيم الشيوعيه في مصر. انت مين؟ مين ده يا ياسمين؟ ممكن تتفضلوا تطلعوا بره بدل ما صوتوا لي عليكم الناس وبلغ البوليس. ايه رايك يا سمعه؟ اسيبها تصوت وتلم الدنيا وتجيب البوليس، ولا بلغ انا مباحث امن الدوله؟ ما تفهميني ايه الموضوع يا ياسمين؟ الموضوع يا روح امك انك خاطف بنت مراتي، ها؟ لو ما تلمتش وبعدت عنها هوديك ورا الشمس. انت ازاي تمد ايدك عليا بالشكل ده؟ ايه ده؟ هو عيد؟ نزل ايدك. سيبوه يا حيوانات انتوا. خلاص خلاص يا رجاله سيبوه. لو ما كنتيش بكره عند ماما مش هتشوفي خلقته تاني. هوديه ورا الشمس. يلا. ايه اللي بيحصل ده يا ياسمين؟ اسماعيل احنا لازم نتجوز. انا اسفه اني اقول لك انك متجوزه بلطجي. ياسمين انت كده جوزتي حدودك معايا، ما تنسيش ان هو جوزي. انا ببقى متجوز حدودي لو بقول عليه حاجه مش صح، لكن اللي يجيب اتنين زي التيران ويتهجموا على شقه ويدخلوها بالعافيه ده تسميه ايه؟ ما تقول يا ماما. وانت سميكي ايه؟ لما جوزي يجيبك في انصاص الليالي من شقه واحد عازب اسميه ايه؟ لما قرر الحزب من شقه من الشقق الخاصه اللي هو ما يعرفش غيرها. حزب ايه؟ الحزب ده وداكي في داهيه. ده بالنسبه لك انت، لكن انا بعتبره وسام على صدري وشرف اني بتحبس وانا بدافع عن رايي. السجن هو السجن. لا انا اسفه جدا، لما بقى زي حسين بيت دهشان واتحبس ابقى امشي وانا مداريه وشي من الناس، لكن انا هعيش طول عمري وراسي مرفوعه. والعامل بقى اللي انت تعرفيه هو اللي فهمك الكلام ده؟ العامل ده انسان مكافح واحترم واشرف بكتير قوي من ناس كتير لابسين ومتلمعين وهم من جواهم تفاهه وتخلف. يكون في مفهومك الواد ده لو ما سبكيش في حالك لا انا هسيبه ولا حسين هيسيبه. اوكي انا هريحك خالص وريح السيد حسين الدهشان. عايزين تسجنوه؟ اسجنوه. تموتوه؟ اوكي، بس خليكي عارفه حاجه يا ماما، قبل ما تعملوا ده كله هكون متجوزاه. تتجوزي مين؟ اسماعيل يا ماما. يا خبر اسود، عايزه تتجوزي لي عامل؟ تهيألي مش هيكون اقل ولا اسوأ من واحد كلنا عارفين تاريخه كويس. على الاقل اسماعيل لا عمره سرق ولا نهب ولا لف قضايا الناس ابرياء ودخلهم سجن. انت اكيد اتجننتي. بالعكس انا اعقل واحده في الدنيا النهارده. اسمعي يا ماما، قولي لجوزك يبعد عن طريقي ويخليه في حاله لو عايزه يفضل بيني وبينك الحب والاحترام. بتقولي لي انا الكلام ده؟ كله تعليمك يا كليو هان يا ماما. ولا تحبي اقول لك يا حرم حسين بيت دهشان؟ عن اذنك. ياسمين ياسمين انت فين يا حسين؟ بكلمك طول النهار مش موجود. مش خير طبعا. تصور ياسمين بتهددني انها هتتجوز الزفت اللي اسمه اسماعيل ده. اتصرف يا حسين، اتصرف عشان خاطري. الجميل ده مش هنساهولك طول العمر. اوكي يا حسين، ارفوار. Thank you.